شيع المئات في محافظة مأرب يوم أمس جثمان فقيد الوطن الشيخ محمد العجي بن شطيف الذي وفاه الأجل في العاصمة العمانية مسقط بعد صراع طويل مع المرض. وأشاد المشيعون بمناقب الفقيد بن شطيف الذي قضى معظم حياته في إصلاح ذات البين وحلحلة المشاكل والقضايا القبلية والمجتمعية المختلفة والوقوف إلى جانب الفقراء والمساكين. وقال المشيعون إن اليمن خسرت برحيل شطيف أحد أعمدة القبيلة اليمنية ذات الخبرة الكبيرة في الأعراف والأسلاف القبلية، حيث يعد الفقيد مرجعية وواجهة من وجهات اليمن ومحافظة الجوف على وجه الخصوص. اذكر الأخوة الحاضرين والغائبين ومن عزانا في والدنا الله يرحمه، نشكر اللي في الداخل واللي في الخارج في الوطن وفي خارج الوطن. الوالد الشيخ العجي رحمة الله عليه، واحنا يعني في هذه الفترة نودعه في آخر لحظاته. أنا لخصت حياته في عدة جمل. أولا رجل صادق مع نفسه وصادق مع الآخرين. ثانيا يعني اقتنع بثوابت ومبادئ معينة منذ صغره وعمل ومات وهو عايش على هذا النهج، وهو يعني هذا الأشياء تعلمها من والده ومن أسرته. والشيخ العجي كان مدرسة في الكرم، مدرسة في الدين، مدرسة في إصلاح ذات البين. فالقبيلة مكون أساسي في المجتمع اليمني، تلعب دور كبير في ضبط السلوك الفردي، في إصلاح ذات البين، في كل مناحي الحياة. فأدعو مشايخ القبائل أو أهل الرأي إلى تسخير عمل القبيلة أو المشيخة إلى تنمية المجتمع، إصلاح ذات البين، مساندة الحق،